الحمد لله كما شفتوا الجمعيه العاميه الله سلا داز في ظروف جيده ولله الحمد. تمت المصادقه بالاجماع باش ما نقولش ولا اغلبيه ساحقه على القانون الاساسي، ودزنا باش ندوزوا للاقتراع، ولكن كانت لائحه وحده والقانون الاساسي كيقول لك كانت لائحه وحده كتعتبر هي الفائزه. ما تفوتنيش الفرصه باش نشكر كل الناس اللي حضروا، جميع الحكام من كل بقاع العالم، والحمد لله كانت الجهات ديال المملكه كلها ممثله وخذينا على عاتقنا باش ننجحوا هذا الجمع العام. ما تفوتيش فرصة كذلك باش نشكر كاع الناس، الاجيال السالفه اللي رفعت رايه البلاد، الحكام الاساتذه ديالنا اللي حضروا كيمثلوا جيل الخمسينات الستينات السبعينات وحنا طالعين، وكانت حفل لقاء مع الجيل القديم والجيل الجديد. بالمناسبه كنبغي نشكر الناس ديال الصحافه اللي كانوا مواكبين معنا طيله اللجنه الاشغال ديال اللجنه التحضيريه، وكذلك الجمع العام كنشكرهم على التغطيه ديالهم. وفي نفس الوقت حنا الان دابا حنا في مرحله ديال المكسب اللي طلع، دابا كنتحدث كعضو في هذه اللائحه اللي نجحت، وان شاء الله ابتداء من غدا غادي نباشروا العمل ديالنا باش ما نديروش الاخطاء السالفه بحال اللي كانوا قبل منا. غنحطوا كما تنقولوا كاع الوثائق ديال الجمعيه نحطوهم عند السلطات، ونتبعوا المسطره القانونيه باش نخرجوا الشرعيه، باش يكون هذا واحد كما تنقولوا واحد مشروع كبير اللي كان طال انتظاره وطال الخروج ديالو، حيت داز مجموعه المحطات باش يكون هذا المولود كاين في حيز التنفيذ ويمثلنا احنا كحكام كاخواننا سواء الوداديه المدربين او جمعيه اللاعبين المحترفين. فهنيئا للمغاربه، هنيئا لجميع الحكام بهذا المولود الجديد، وشكرا. فعلا هذا الجمع العام هو انطلاقه جديده ان شاء الله تعالى في اطار تكريم الحكام السابقين وهيكله واحد الجمعيه اللي تاسست هذه سنوات. لا شك ان الحمد لله هذه الجمعيه تعطي واحد الاضافه قويه للمشهد الرياضي المغربي من خلال تكريم حكام سابقين اللي عطاو الشيء الكثير لكره القدم الوطنيه والتحكيم المغربي. هذه الجمعيه نتمنوا ان شاء الله تعالى انها تكون تعطي واحد الاضافه قويه وتهتم بالشؤون الاجتماعيه والرياضيه وجميع الجوانب الحكام القدامى. وحنا كمكتب تم الثقه فينا، نتمنى ان شاء الله تعالى نكونوا على قد هذه المسؤوليه، وشكرا جزيلا.